جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. مرسل رمز لاسمه بالحروف صاد لام ميم يقول: ما التحية التي تكون أحسن من التحية التي يحيي بها الناس بعضهم بعضا؟ أعني قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. تحية تكون أحسن منها إذا قال السلام عليكم، فإنك ترد عليه بقولك وعليكم السلام ورحمة الله، تزيد ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، فإنك ترد وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتزيد وبركاته. هذا هو الرد بأحسن منها، والرد بمثلها أن تأتي بمثل لفظها. إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الرد بمثلها، إذا جئت باللفظ الذي بدأك به فهذا هو الرد بمثلها، والأحسن منها أن تزيد عليه. نعم.